اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين بنرحب بكم أحبائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج إزاي أنور الحقيقة المسيح دعانا كلنا للنور وبأن النور ده هو سر الحياة وأنه من غير نور تخيلوا الحياة تبقى صعبة قوي لو الحياة ماشية وكل يوم أنا ماشي من غير ما بكون منور بكون آه مش فرحان طب تعالوا بقى نتكلم النهاردة على ازاي انور وانا متألم ازاي انور وانا جوايا وجع مستمر مش عارف اتعامل معاه مش عارف اخلص منه مش عارف اتحرر منه النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوع الألم قصة جميلة هي قصة رمزية بس فرقت معايا قوي سمعتها في وعظة من أحد الأباء الغالين لقلبي بيقول كده ان كان في ملك بيحب اوي اوي الصقور، وكان كل لما يسافر بلد عشان هو يعني يحب الصقور اوي فكان يسال اوي يسال عندهم هل عندكم نوع مميز من الصقور؟ فكان كل لما يلاقي نوع يشتري السلاله دي ويجيبها عنده في المزرعه بتاعته وعمل مزرعه كبيره جدا للصقور، وكل لما يروح بلد يجيب نوع تاني وتالت ورابع وجمع اكبر عدد من الصقور عنده في الايه؟ في القصر او في المزرعه بتاعت القصر. وبعدين في نوع كده جميل كان بيحبه قوي جابه وحطه عنده في المزرعه، شكله جميل وحلو وعمل له بيت حلو وعمل له ترتيبات حلوه وجاب له مدرب. وبعدين فوجئ ان الصقر ده كل شويه يطير شويه صغيرين ويرجع تاني يقعد على جذع الشجره. المفروض الصقور تعيش في فوق الجبال، تعيش على شجر عالي جدا قوي، لكن ده فجأة ان هو قاعد تحت ياكل كده مع كان عنده شويه في المزرعه شويه فراخ وبط وكده يتلاقيه قاعد جنبهم وبعدين يزعل قوي ويقول للمدرب هو الصقر ده مش بيطير ليه؟ ده انا بقاله شهور عندي في المزرعه ولسه مطرش وطبعا اللي يفهم في الصقور يعرف ان الصقر عنده كده نوع من حب الاصطياد يحب يصطاد فريسته ويحب كده يكون محلق في السماء ما يحبش ابدا يقعد على الارض ما يباتش على الارض ولقى ان الصقر ده ليه كده روتين معين في حياته ان هو مهما يقعد وكده يقعد دايما على جذع شجره كده جنب كده الفراخ والبط. فكان عايز يخلص منه وبعد شويه الفلاح بتاع المزرعه قال له جلاله الملك سيب لي الموضوع ده انا هتصرف. قال له هتعمل ايه؟ قال له سيب لي ده اسبوع بس وانا هتصرف هعمل معاه ايه. المهم الملك قال له وانا قال له انا هدي اسبوع واحد بس ولكن بعد كده مش هستحمل. أنا زهقت كل شوية بصرف عليه وهو ما بيعملش حاجة. فجه بعد أسبوع فعلا الملك ولقى أن الصقر طاير في السماء ومحلق وجراحاته مفرودة ووضع غريب جدا ما كانش بيشوفه قبل كده. فراح للفلاح قال له أنت عملت إيه في الصقر ده؟ قال له بص كده جلالتك على المزرعة. قال له أنا شايف الشجر كله مكسر. قال له أه أنا كل كان يقف على جذع شجرة بكسر الجذع. وبعدين يطير على جذع تاني فيكسره تاني. وثالث ورابع وخامس لغاية لما كسر له كل الجزوع اللي كان بيقف عليها ده بالظبط يا أحبائي اللي ربنا يسوع بيعمله معانا تلاقيني عندي كده حاجة متكل عليها ساعات يسمح لي إن أنا إيه أتصدم فيها واحد مثلا متكل جدا على صديق لي فبعدين يحصل موقف كده يتكبس في صاحبه ده واحد تاني متكل على فلوسه فيصلح يطلع موقف يطلع ان الاتكال ده مش مظبوط واحد تالت متكل على بيزنس بتاعه أو على نجاحات معينة في دراسات معينة، بعدين يطلع موقف كده يتكبس فيه فيتألم، وبعدين يتكل على حاجة تانية وثالثة ورابعة، آية جميلة في سفر إشعياء بتقول إيه؟ وينزع الرب السند والركن. ينزع الرب السند والركن من إسرائيل، ليه؟ أصل ساعات إحنا بنتكل على حاجات كتيرة غير ربنا خطر خطر جدا. ان الانسان يكون عنده اي حاجة يتكل بها عليها او ياخد قوته منها فيبقى الانسان متألم من ان الجذوع بتتكسر وده يحصل له ألم ولكن بركات الألم انه بيطير لذلك آية جميلة طبعا انا ما كنتش فاهمها الآية دي لما سمعتها في الاول كنت مستغرب في سفر يعقوب يقول يقول كده احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة لا مش التجارب دي المفروض نحزن ونزعل احسبوه كل فرح ازاي يقولك اصل الفرح هيجي لما تطير الفرح هيجي لان الالم بيطيرك من على الارض بيخليك شايف المسيح بيخليك متحرر من كل الحاجات اللي متقلاك انت لسه منكد وقاعد في الارض بزعلان من الناس والناس زعلانه منك انت متالم لانك انت لسه رجليك مربطه في الارض لكن الفلاح الشاطر اللي هو طبعا الهنا الطيب الصالح يسمح لنا من الالم شويه عشان يعني يحررنا وعلى فكره هو بيتالم معانا هو ما يسيبناش نتالم لوحدنا هو ما يسيبنيش اقعد اعيط وسايبني هو عايش في السماء ده جه وقال كده جيت يكون لهم افضل جيت عشان يكون لهم حياه جيت عشان احررهم من الموت فيسمح لي معلش بشويه الم يسمح لي بشويه ظلم يسمح لي بشويه مرض ولا غربه ولا الم ولا وحده ولا احتياج ولا فقر مادي ولا 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 ليه عشان خاطر يحررني عشان اقول له يا رب كتر خيرك تخيلوا كده لو اب وام من كتر حبهم لعيالهم قالوا لا احنا مش هنوديهم التطعيم ياخدوا حقنه ويتألموا عشان ما يتوجعوش. اكيد الولد ده لما يكبر ويكتشف ان عنده امراض كتيره يعني لو عاش هيقول لابوه لأ وامه حرام عليكم كنتوا سبتوني اتألم شويه كنتوا سمحتولي ان انا اتوجع شويه لكن ما كنتش اعيش مريض وعيش عندي عاهات وعندي امراض وتحرموني من ان انا اكون انسان قوي. وهكذا في المدرسه، تخيل ولد مش عايز يروح المدرسه فأهله يقولوا له لا خلاص يا حبيبي خليك قاعد في البيت. عملية النمو بتاعتنا طبيعتنا البشريه كده، طبيعتنا البشريه بتنمو بالألم، بركات الألم هو النضوج ودي أول وأهم بركه. صحيح في بعض الناس بتاخد الألم بعيد عن ربنا وعلى فكره الألم لو خدته بعيد عن دايره ربنا يتحول جواك إلى اكتئاب بعيد عنك وتعيش في أمراض ونكد وحزن ودي كارثه إنك تفتكر إن الألم ده مسؤوليتك إنت إنك إنت تظبطه، لا ركز مع ربنا، ركز مع المسيح، ركز مع نفسك، ومع يسوع وبس، وقت الألم مفيش وقت إنك تقعد تشتكي كتير وتفلفص كتير وتكلم الدكاترة والمحامين والصحاب، ده مهم، بس ده ما يجيش قبل إنك تخش في أوضتك وتقول له تعالى نتكلم بقى أنا تعبان. هيقول لك الألم عطية، وهب لكم ها؟ زي ما قال كده للرسل ليس فقط أن تؤمنوا بل أن أي تتألموا من أجله. في رساله فيليبي وهب لكم يعني ايه يعني عطيه الالم اه طبعا الالم اصبح هنا بركه كان وقتها بولس في السجن وكان بيسبح وفي نفس الرساله قال افرحوا في الرب كل حون واقول ايضا افرحوا عشان كده احبائي تعالوا نركز احنا مش عايزين نقفل عينينا عن بركات الالم صدقني لا الحل انك تروح تشرب وتسهر وتقول يلا هي ايام عايشينها ولا الحل انك تقعد تشتكي وتتذمر وتعيش كده حياه السخريه وحياه المرار زي الواحد يقول جاه يلا كلها ايام مش عارف ايه وعايشينها ويبقى حياتك كده لا انت مستمتع بعمل المسيح في حياتك ولا انت عارف تعيش بره الكنيسه خلينا نراجع نفسنا بسرعه كده نتكلم على بركات الالم لان لو ادركت الموضوع ده صدقني هتبص على كل ألم في حياتك ان هو مصدر للخير وللفرح مش مصدر للضعف وللخوف. أول حاجة الصبر، محدش فينا هيتعلم الصبر بجد غير لما يمر كده في مدرسة الألم. احنا طبيعتنا البشرية سطحية، طبيعتنا البشرية خلقها ضيق، طبيعتنا البشرية ما بتستحملش. أفتكر مرة كده كنت في تدريب كده في حاجة تبع الخدمة العسكرية وبعدين طول الوقت الظابط قاعد يقول إيه صفا وانتباه ووقفوا في الشمس ويطلعوا هنا وطابور ايه ومواعيد ايه؟ فأنا كده بقول له يعني هو احنا بنستفاد بإيه في الموضوع ده؟ قال لي الصبر والطاعة اللي انت هتتعلمهم هنا مش هتتعلمهم في أي حتة وده أهم بكتير من أي إنجاز عندك لأنك لو ما عندكش صبر ما عندكش طاعة الحقيقة ملوش لازمة أي إنتاج بتعمله هتبقى أنت إنسان هوائي جدا وماشي بالمزاج كل دخل حتى الجيش هتلاقيه تعلم كده فضيلة الإيه؟ الاحتمال والصبر شوية ده يجي منين؟ شويه ألم بسيط صدقني تاديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني أيوه ربنا عمره ما هيسيبك تشيل شيل أكتر من شيلتك ستطمن صدقني هتشيلها أنا عارف إن في حاجات في أولها بتبقى صعبة طبعًا صعبة طبعًا مؤلمة كثيرة هي أحزان الصدقين ومن جميعها ينجيهم الرب لكن ما تخافش أنت لما بتروح تفصل قميص زمان اللي يفتكر كان في حاجة اسمها ترزي كده بيفصل قمصان وكده بيفصل لك قميص مقاسك ولا أضيق ولا أوسع لا مقاسك بالظبط. والاحلى من كده مشهد كده تفتكروه زمان اللي كانوا بيشتروا عيش في مصر في الفرن كده تلاقي الراجل يدخل العيش الفرن ها وهو ايه عينه عليه يفتح كل شويه ويبص يبص وانت جوه قلم النار بتاعت الوجع بتاع الالم عين الراعي الصالح عليك عين الفخاري الاعظم عليك لكن وانت لسه بره ني ها على الرف كده ما حدش شايفك ما حدش مش, مش 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 مشكله تقعد ساعه تقعد ربع ساعه لكن وانت في الفرن ما تخافش عين المسيح عليك اطمن يا حبيبي جوه هتتعلم الصبر جوه الفرن ده هتشوف المسيح عينه عليك الفتيه الثلاثه شافوا المسيح كان وسطهم وهم فاتون النار تخيل كده انا وانت لما نخش الفرن ده هتلاقي المسيح معاك هتتلامس معاه وهتلامس مع حبه كمان من بركات الألم إن إحنا بنصلي بجد بصراحة كده صلواتنا بتطلع فترة قوي وإحنا راح راحين قاعدين على الشيزلونج لكن الصلاة السخنة بتطلع إمتى وإنت في قمة الألم كمان من بركات الألم بنحس ببعض تخيل كده أنا عمري ما جالي مثلا دول برد لو حد قال لي معلش يا ابونا أنا عندي دور برد النهاردة أقول إيه ده ده بيتدلع لكن أنا عشان دقت قد إيه البرد بيتعب ويكسر الجسم وصداع أقول أه معلش هو تعبان أنا لو أنت لو ممرناش بالألم هنحس ببعض إزاي هنعذر بعض ازاي؟ هنطبطب على بعض ازاي؟ بركه تانية من بركات الالم هي الشفقه ورفض الادانه، يعني ايه؟ يعني مش بس هحس بالناس لا ده انا مش هدينهم خالص، طب لما الاقي حد مثلا وقت ما هو متالم بيزعق، اقول معلش هو متالم، هعذر، هعرف اطبطب، هعرف استحمل، هعرف افوت، هعرف اقول معلش هو مس... هو حبيبي غلبان هو ما متالم، رد فعله صعب شويه. يا ناس كنا نشوفها بتزعق او بت بتتنرفز وهي عيني متالمه من جوه ومحدش حاسس بيها وبتتالم في صمت بس احنا حكمنا عليها وقلنا ايه ده فلان ده عصبي ايوه يا حبيبي ما عصبي عشان هو مجروح هو هو شايل الحمل فلما انت تمر بالالم تقدر تحذر وتقدر تفوت لما تشوف حد ملامح وشه كده مكشره شويه ما تتريقش عليه وتسخر منه يبقى بركه من بركات الالم انك تحس بالناس كمان بقى بصراحة لما بنتألم مفاهيمنا بتتغير شوية، يعني إيه؟ يعني مثلا واحد بيتألم كتير، هل وقت الألم بيقعد يفكر بقى في الأكل وفي الشرب وفي الفسح وفي وفي العربيات وفي الفلوس وفي الموبايلات؟ أكيد وقت الألم مفيش حاجة شغلاك غير إنك إنك تطبطب على المتألم أو إنك إنت تشفى من ألمك ده. الالم بيخليك تتفطن بقى من الحاجات السطحيه وشغل الاطفال شغل الاطفال مش اقصد الجانب الايجابي في الاطفال لكن اقصد شغل الايه الادانه وشغل زي ما بيقولوا كده الفسفسه الصغيره بتاعت الولاد الصغيره اكيد وانت بتتالم اكيد مش هتفكر فيها كمان نقطه كمان مهمه جدا المناعه الروحيه بتاعتك بتزيد يعني ايه يعني انتوا عارفين الفاكسين هو عباره عن ايه الفاكسين هو عباره عن مرض انت بتتحقن بيه عشان خاطر جسمك يعمل انتي تشتغل وتخلي عندك مناعه، نفس الكلام لما بتمر بخبرات الم صغيره كده شويه 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 جسمك او نفسيتك بقى او روحياتك كمان بتبقى عندها ماسلز، بيبقى عندك حاجه اسمها المناعه الروحيه، عندك تقدر كده تقدر تفهم ازاي الشيطان بيدخل لك، تقدر ازاي تفهم الحزن بيجي منين، طبعا ده بشرط انك تحط كل رحله الالم دي جوه ايد المسيح، واخر نقطه مهمه جدا اقولها لك اني بصراحه كده الالم ربنا بيسمح بيه عشان يقول لنا انتوا مش بتوع ارض الارض مهما طولت ومهما حلوت عمرها ما هتدي كل خير عمر ما الارض هتدي لك فرح حقيقي كامل عمر ما الارض هتدي لك سعاده كامله وعمر ما الارض هتدي لك سلام حقيقي فلما انت بتدوق شويه كده مناوشات ووجع على الارض تقدر ترفع عينك في السماء لكن طول ما الارض مديالك عز وخير وراحه وفرح ودلع طب هتسيبها ازاي طب لما يجي لك المسيح يقول لك يلا حبيبي تعالى السما تقول له ايه لا 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 خليني قاعد بقى اصل الارض حلوه قوي اصل الارض مريحه قوي فيقول لك لا ليس لنا هنا ايه مدينه باقيه ليس لنا هنا. ملناش رب هنا قاعده ملناش هنا مزاج ملناش هنا راحه احنا رب راحتنا فيك افتكر كويس قوي الايه دي اللي هختم بيها لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين محدش هيقدر يعينك ويحس بيك غير حضن يسوع انت محتاج تخش بخدعك دلوقتي وتقول له يا ربي بين ايديك بحط الامي واوجاعي ومستقبلي وحياتي وكل المي وانت يا رب تقدسه ويبقى ده ذبيحه حب زي الاطياب بتاعت ساكبه الطيب عند رجليك انت الوحيد اللي حسيت بيها يديك ربنا ويديني قد ايه نشبع بحبه لان جوه المخدع هننور معاه ونطلع للدنيا بوش منور عشان بجد نكون نور العالم وملح للأرض ربنا كل مجد وكرم